السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم على أبجر سكيل، من الحاجات الميجرمنت المهمة في الحضانات وفي النيونيتال. ده يعتبر من الحاجات المشهورة جدا. أبجر هو اختصارات لخمس حروف، لخمسة حاجات. الاي اللي هو الابيرنس، هو السكين كلر، من زيرو واحد اتنين. زيرو اللي هو بلو وبيل، زيرو اللي هو بلو وبيل، زيرو بلو وبيل، يعني هو يعتبر كده ما فيش اي اعراض طبيعية، يعتبر صفر، لان احنا بنجمع الدرجات دي بعد كده وبنشوف هل هو طبيعي ولا مش طبيعي. فالخمسة دول مفروض ان انت خمسة في اتنين بعشرة، ف يعني ايه كل عرض من زيرو واحد اتنين، يبقى الابيرنس سكين كلر بلو بيل، ورقم واحد بينكي ولا بينكي بودي، بلو اكستريميتيز بتشوف على الاكستريميتيز، ورقم اتنين بيبقى بينك. بعد كده البي بيعتبر البلس، بلس ابسنت يبقى زيرو، اقل من مية بيت بير مينت يبقى واحد، اكتر من مية يبقى اتنين. بعد كده الجراميس اللي هو ريفلكس اريتابيليتي فلوبي، رقم زيرو، مينيمال ريسبونس تو ستيموليشن يبقى واحد، بروموت ريسبونس تو ستيموليشن رقم اتنين. ايه الاكتيفيتي ماسل تون؟ ابسنت، فليكسد ارمز اند ليجز، الاكتيف يعتبر اتنين. بعد كده ريسبيريشن ابسنت، بعد كده سلو اند ريجولر رقم واحد، وبعدين فيجرس كراي، ده اللي هو الاي ار ريسبيريشن. احنا قلنا الابيرنس والبالس والجراميش والاكتيفيتي والريسبيريشن. بعد كده بقى بنشوف الدرجات، لو من سبعة لعشرة يبقى طبيعي، لو من سبعة لعشرة يبقى طبيعي، لو من أربعة لستة بريثنج أسيستنس مي بي ريكوايرد، بعد كده أربعة بروموت اللايف سيفنج ميجرز مي بي كولد فور. ده الأبجر سكيل، من الحاجات المهمة جدا في الحضانات، وإحنا صراحة بنعتمد عليها في اول حاجه من المعايير.